فيه خرج. الناس خاضي الافارقه راه معدين على البلاصه في المنطقه ديال ولاد زيان. اش غنقول لك، راه البارح كانوا هجموا علينا هنا بالحجار وهجموا على الطاكسيات والكيران المحطه، وكان تلقى واحد السيده نيت هنايا دخلوها صحه تكرفتوا عليها. واش غنقول لك اخويا، الله يدير لنا شي تاول معاهم وصافي، راه ما كاين ما شي حاجه. حنا سائقه ديال الاسره هنا الطاكسيات، لا لا يلاه لا لا ريحه، كيسكنوا هنا كلشي هنايا، كيديروا كلشي هنايا، تاهما يديروا يمشي جمعيه ولا حيدوا من هنايا، لا لا يلاه. صيفتي من الساكنه ديال هذه المنطقه اللي متواجدين فيها بزاف الافارقه، ما بين شارع لاكروا وطريق ولاد زيان حدا المحطه الطرقيه ديال طريق ولاد زيان، بالضبط درب السلطان اللي محسوب، هذه الولايه محسوبه على عماله درب السلطان الفيده. فحنايا كنعانيو من هذه الافارقه، كانوا النوبه الاولى قلال شويه، بداو كيكثروا شويه، هذه الجرده كلها ها هي داروا لها الفاش ولاو ساكنين فيها، ولاو كيتحرشوا بالبنات، ما بقاوش كيحشموا، كيتحرشوا لواحد الدرجه، كيجروا البنات لواحد الدرجه ما تصورش. كيسرقوا، تيطلعوا لينا الديور وتيسرقوا، هادشي اللي تنقول راه بصح ماشي كذوب، تيطلعوا الديور وتيسرقوا لينا، خايفين بالنهار نسدوا البيبان وبالليل نسدوا البيبان. اللي داز تيكشطوا، تيسرقوا البورتابلات للناس، واللي عندها شي صاك ولا شي حاجه تيسرقوها، تيتهجموا لواحد الدرجه ما تصورش. حنايا هاد الناس الا راهم هما عايشين الحروب في بلادهم، وعايشين لا امن في بلادهم، وعايشين الفتنه في بلادهم، ما يجيوش داك الشيء اللي راهم عايشينه يطبقوه لينا في بلادنا. حنايا كساكنه بغينا السلطات الامنيه يديروا لينا حل، لاننا عندنا وثائق راسلنا السلطات كلها وصيفطنا باننا متضررين من هذه شحال، وتا شي واحد ما جاوبنا، الافوام مكمومه ما تيجاوبنا تا شي واحد. دابا البارح الحادثه اللي وقعت انهم بغاو يشدوا بنت بزز منها، ناضوا الدراري ديال المنطقه اللي كانوا دايزين وشافوا الحادث بداو كيغوتوا، فهما الافارقه شي بدا تيغوت على شي، ولو كثار اش نقول لك، راه اكثر من 100 واحد كلهم جاو بداو حبسوا هنايا، حبسوا هاد الشارع لاكروا كله من طريق ولاد زيان من حدا القنطره، حبسوا الطانوبيلات وهزوا الحجر وكيشيروا به، شيروا على الفارماسي، شيروا على البنكه، شيروا على الطانوبيلات اللي كانوا راهم هنا واقفين، ضررت لان الناس ضروا الطانوبيلات، الناس الطانوبيلات ديالهم راه ضربوا ليهم، راه تاذوا الناس هنا بزاف. حنا كنطالبوا بالسلطات الامنيه كلها، كاع المسؤولين في هاد البلاد يديروا حل، اننا مضرين من هاد الافارقه اللي نزحوا لنا من جنوب افريقيا وجاو لهنايا، خاص السلطات الامنيه تحيدهم، لان ولينا خايفين على الامن ديالنا. الله يجازيك بخير، حنا ما كنطلب من هاد الناس، هاد الناس خوتنا، هاد الناس منا، ولكن يمشيو بحالهم من هنا كثروا، وما تقدش تخرج اخويا، ما تقدش تسخر، ما تقدر دير حتى شي حاجه، الا صيفطي ولدك خاصك تتبعو، سينو خاصك الا طلعتي للدار خاصك تسد باب ديال دارك، اولا طل من الشرجم. والمصيبه ملي كتهبط لعندهم تيدخلوا كيتخالطوا لك، ما كتعرفش مع من انت، واش مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا، ولا شدوك غادي يقتلوك. واش بغينا نديروا بهاد الناس هادو، يمشيو واخا بحالهم ولا يمشيو بلادهم ولا السلطه تدخل ولا عطا الله فين يمشيو، شكون هما هذا؟ مي هاد البلاصه هادي راه حرموها على مابقيناش كنقدو كاع ندوزو من هنايا، هادشي اللي طرا خويا الباح، وهادشي اللي طرا لي من الباح سرهم، لان كثروا بزاف، الدراري ما يخرجوش، الدريات ما يخرجوش، واقف الضوء الاحمر خاصك تسجاج، ما بغيتش تعطيه شي حاجه يبدا يدور لك على البيبان، وصلت فيهم الواقعة كيبدا يحلوا لك في الباب ديال الطوموبيل. هنا راه سكنوا عشوا، راه ما بقاش كدير الزوز هنا، ما تحط شي حاجه هنا، ما تطلش هنا، ما دير والو. وهذاك الغضب اللي وقع الباح راه هما اللي داروا، هما السبب، لان السيده جايه وبغاو يتكرفصوا عليها، راه اي واحد غيشوف وحده غيتكرفص على شي واحد وعندو الغيره راه غادي يمشي ليها اخويا. داكشي اللي سمعت واللي شفت في الشارع راه ما كيونش، داكشي ما كيعجبش بالنسبه للمغاربه بصفه عامه. يعني داكشي راه ما مضر، داكشي راه باين، كل واحد راه كيشوف ديك الحاله، لا مسؤولين ولا مواطنين ولا اي واحد كيشوف ديك الحاله، وحنا كنستنكروا هذا الشيء هذا، راه ما صراحه ماشي في صالح المجتمع ديالنا، وحنا ما كناش كنحسبوا هذا. ونعير كاين شي منظمين وشي حياه ومقومين لهم شي اقامه او كذا الى اخره، وداكشي نقي ماشي مشكل بحال الدول، بحال عطى الله راه في العالم، وما راه ماشي غير هنا عندنا حنا في المغرب.